ولهذا هو يعبر عليها بواحد الكلام زين، يقول اتركهم ترك وترك تراه، اتركهم ترك وترك تراه سبحانه عز وجل. وكذلك من الصبر على الطاعة بعد الأداء هو الصبر على نقلها إلى ديوان العلانية. العبادة كتديرها غير بينك بين الله مليحة، هذه اسمها الخبيئة. والصالحون شكن يقولوا من استطاع منكم أن تكون له خبيئة فليفعل. خاطش علاه العمل كتديرها بينك بين الله عند سكرات الموت يحضر لك، تدعي ربي به، تقول يا ربي أسألك بتلك الصدقة التي لا يعلمها إلا أنت، أسألك بتلك الرقدة في أرض مزدلفة التي لا يعلمها إلا أنت، أسألك بالركعتين في جوف الليل اللتين لا يعلمهما إلا أنت، أن تخفف عني السكرات، أن تفرج كربي فيفرج. ولهذا الإنسان كيدير عمل صالح الشيطان ما يخليش يريح حتى يخبر به، حتى يخرجه من ديوان السر إلى ديوان العلانية، وهنا يكون هذا العمل في خطر.